ركز معاي، احتباس السوائل بالجسم زين ولا مو زين؟ إذا زيادة عن اللزوم مو زين. ليش؟ يأثر على القلب، القلب عنده كمية سوائل يدزها، فيتعب القلب كمية زايدة عن اللزوم، زائد ملامحك ما تصير حلوة. ليش؟ لأنه وجهك كله حابس ماي، ساعات جسمك حتى ما تقدر كذي تلف، تحس جسمك متيبس. إنزين، شنو الأسباب؟ في أسباب وايد يا جماعة، في أسباب مرضية وفي أسباب عادية. شنو الأسباب المرضية؟ عندنا مشاكل بالقلب، وايضا ممكن المشاكل بالكلتين، الكلتين فيهم نفرونات يصفون الماء، فالتصفيه هذه مو 100%، فيظل كميه سوائل زايده على اللزوم. زين، الاشياء الممرضيه شنو؟ ارتفاع الصوديوم بالجسم. يعني شنو؟ يعني انت تاكل املاح، الملح شو يسوي في صوديوم؟ وهو يمسك الماء بالجسم. زين، هل هذا طبيعي؟ لا، لان في شيء يكسر الصوديوم. منو؟ البوتاسيوم. وين موجود البوتاسيوم؟ بالخضروات. وحضرتك انت وانت ما تاكلين خضروات، فشلون الصوديوم ينكسر؟ فاللي ابي منك اكل خضروات كثر ما تقدر. زين، تبي تاكل خضروات، تبي شيء سريع سريع سريع، في عندنا يا جماعه بوتاسيوم السترات، وايضا عندنا بذور الكرفس، وعندنا بذور الكرز، وعندنا السلري اللي هو الكرفس. شلون نستخدمه؟ 2 عود سلري الكرفس اللي بالجمعيه، انقطع صغار مع ماي ومع نص عصره ليمونه، ونطقه بالخلاط، نشرب 1 الصبح و1 العصر، كذي السوائل كلها راح تطلع من جسمك، حتى لو فيك سلولايت هم ممكن راح يخف معاك. اوكي، كثر خضروات كثر ما تقدر. رحت مطعم، اول شيء اطلب لو سلطه صغيره، اطلب خلصها، بعدين اطلب طبقك الرئيسي. وعليك بالعافيه وعزمني.